بسم الله الرحمن الرحيم. استكمالا لدروس الصف السادس تاريخ، هنتكلم النهارده مع بعض عن استئناف حركه المقاومه. الدرس اللي فات كنا بنتكلم عن اعلان جمهوريه طرابلس على يد ادريس السنوسي، اعلن قيام الجمهوريه الطرابلسيه في ظل وجود الاحتلال. طيب، بدأت بقى بعد كده إيطاليا بدأت تقاوم الاحتلال، بدأت تقاوم الاستعمار دوت، وبدأت تقاوم أي نوع من أنواع الاستقلال في ليبيا. إزاي؟ من خلال عرقلة الأمور، يعني مرة توافق ومرات ما توافقش، وكمان عملت دسائس، دست الخونة بين الزعماء للواقعة بينهم. لما فشلت خالص، لما لقت إن ده مش لا كده نافع ولا كده نافع، دخلت في معارك مع الثوار الليبيين، أشهرها موقعة غريان سنة 1922. في الموقعة دي لجأت تمت كان من أشهر بنودها أو اللي تمت الموافقة عليه هو جعل إدريس السنوسي أمير على ليبيا تحت إشراف الاستعمار الإيطالي. لكن برضو إيطاليا اتدخلت بالقوة، بأساليب القوة والغدر، علشان ما تطبقش حتى الاتفاقية دي، الاتفاقية الواقعة بعد المعركة. فبدأت تعمل إغارات على قصر أحمد بمصراتة في نفس السنة برضو. في المعركة دي واستولت عليه بعد معارك عديدة، راح ضحيتها آلاف من الجند الإيطاليين، وخسرت فيها العديد من التعداد. بعد كده إيطاليا تدخلت بقوة أكبر علشان تمنع تحقيق أي نتيجة من نتائج الصلح اللي قام بين الطرفين. برضو فضلت مستمرة في القتال مع الثوار الليبيين في طرابلس بالتحديد، وبعد كده استطاعت ان هي تبسط نفوذها على غرب البلاد بعد العديد من المواقع في الفترة ما بين 1922 و1923. مع نهاية 1923 استطاعت السيطرة على معظم طرابلس بالرغم من استمرار المقاومة لحد سنة 1931. طيب، ده بالنسبة للشمال. بالنسبة في الشرق، برضو في الشرق حصلت برضو العديد من المقاومات، واستطاعت إيطاليا إن هي تسيطر على العديد من المواقع الهامة في ليبيا، وأبرمت معظم اتفاقيات مع الثوار الليبيين، ولكن برضو كانت بتتباطأ في تنفيذ النتائج المترتبة على أي صلح كانت بتقوم عليه. في سنة 1928 دارت برضو معارك عديدة بين القوات الليبية أو الثوار الليبيين والقوات الإيطالية، أشهرها معركة بئر بلال سنة ألف والبريقة سنة 1925. نركز في التواريخ علشان لما يجي لي السؤال في الامتحان اذكر الحدث التاريخي ويجيب لي التاريخ ابقى عارف الحدث دوت حصل في في وسط الصراع اللي كان قائم بين الثوار الليبيين والاحتلال الايطالي، ظهرت في الوقت ده حركات للجهاد والنضال ضد الاحتلال الايطالي، وكان اشهرهم واشهر حركات النضال بقيادة عمر المختار. لما بيذكر ليبيا بيذكر تاريخ ليبيا، بيذكر معها حركة عمر المختار وحركة الجهاد اللي قام بيها ضد الاحتلال الإيطالي. نشوف مع بعض مين هو عمر المختار.
عمر المختار اتولد في منطقة اسمها منطقة الدفنة في منطقة البطنان سنة 1862 في منطقة الدفنة في البطنان. تعلم أصول التعليم الديني الإسلامي والقرآن الكريم في الزوايا السونيسية اللي كانت منتشرة في الوقت ده. كان التحق بزاوية الجغبوب وفضل مستمر فيها. واستمر فيها لمدة 8 سنين. من الزاوية دي اتعرف عنه قدرته في القيادة والتأثير على القيادات المحيطة به، ومسك زاوية قصر الجبل الأخضر اتعين أمير عليها أو اتعين فيها سنة 1902. مش بس كده، عمر المختار طلع بره ليبيا، سافر لتشاد وتعين في زاوية عين كلك في تشاد، وكان رئيس حركة نشر الدعوة الإسلامية في منطقة جنوب أفريقيا عموما، واشترك مع قوات الجهاد ضد الاحتلال الفرنسي في المنطقة دي، وحارب ضد الاحتلال الفرنسي في الوقت ده. كمان بعد كده كلفوه بان هو يرجع تاني لزاوية الجبل الأخضر، فرجع مرة تانية للزاوية واتعين فيها، ومن خلال زاوية الجبل الأخضر خلاها مقر للجهاد ضد الاحتلال الإيطالي. اشمعنى المكان دوت؟ اشمعنى الجبل الأخضر هو اللي بدأ منه حركة الجهاد ضد الاحتلال الإيطالي؟ بسبب الجبل الأخضر وعر الطريق بتاعه في وعر وفي غابات كتير. فدي مش هتخلي الإيطاليين بسبب وعورة الطريق وكثرة الغابات هتخلي الإيطاليين ولو مش هيفكروا إن هم يروحوا المنطقة ديت، لأن منطقة واعرة يعني مش مستوية، يعني فيها درجة حرارة عالية، وده طبعا لا يتمشى مع طبيعة الأوروبيين. كمان كثرة الغابات ديت كانت فيها عاملة حائل بين الوصول بين الثوار الليبيين وبين الاستعمار الإيطالي. فخد كمان عمل ان هو قسم المجاهدين لفرق. في الوقت دوت كان برضو إيطاليا ممكن تكون متفوقة بسبب الكترة والتعداد اللي هو الأسلحة، متفوقة عن عندها في تقدم صناعي، لكن احنا هنا بنتكلم عن بدائية في كل حاجة، حتى في بدائية في الأسلحة. ففي الفترة ديت في فرق ما بين الاتنين، في فرق ثقافي وحضاري وعسكري بين الاتنين، فعشان كده فضل ان هو يقسمهم على مجموعات علشان يقدروا ان هم يحاصروا الايطاليين. طيب ده بالنسبه لعمر المختار. طب بالنسبه للاستعمار ولما ظهر عمر المختار على الساحه، الاستعمار عمل ايه؟ الاستعمار حاول ان هو بشتى الطرق ان هو يقضي على عمر المختار شخصيا او على الحركه الجهاديه بتاعته من خلال العديد من الاغراءات. كان اشهرها في الوقت ده فلوس، ان هو ينضم ليهم ومقابل مبالغ مادية كبيرة. فدخل معاهم في مفاوضات كتيرة وفشلت المفاوضات دي، وعليه إيطاليا بدأت إن هي تحاصر عمر المختار من كل الجهاد علشان تبدأ إن هي توقعه. طيب عملت إيه إيطاليا؟ أساليب إيطاليا في الوقوع بعمر المختار. أول حاجة عملت حاجة اسمها اعتقال جماعي.
الحسابات بتنزل الشوارع واي حد تابع ليه تروح مجمعاه، اي حد من المجاهدين تابع لعمر المختار وتابع الحركة بتاعته تروح مجمعاه وتعمل عملية اعتقال جماعي للاهالي الليبيين. كمان عملت تمديد للسلك الشائك بين مصر وليبيا. لو جينا لاحظنا هنلاقي ان حدود مصر وليبيا الاتنين حدهم واحد، اللي بيفرق بينهم او هي صحراء، ده يعتبر حد طبيعي، هي اللي بتفرق جمهورية مصر العربية عن الجمهورية الليبية. فكان الاستعمار عمل الحد ده، وللمعلومة يعني ان الخريطة دي ما كانتش موجودة في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه. التقسيمة دي اللي عملها الاستعمار علشان كل واحد يشوف مستعمراته ايه، ويكون في حدود محدودة وحدود واضحة وصريحة بين الدولة، بين كل دولة والتانية، علشان كل واحدة تعرف الحد بتاع بلدها بيبدأ منين وبينتهي فين. لكن قديما كانت مصر وليبيا والسودان مع بعض في مكان واحد، تونس والجزائر والمغرب مع بعض في مكان واحد، الحجاز كله نفس النظام. لكن لما جه الاستعمار هو اللي قسم كل دولة على حدة للتفرقة، وعلشان كل دولة تعرف الحد بتاعها فين. فقامت القوات الإيطالية ان هي مدت السلك الشائك اللي بيفصل ما بين مصر وليبيا. وفي الوقت اللي احنا برضو بنتكلم فيه دوت كان في استعمار انجليزي موجود في مصر، وكان في استعمار فرنسي موجود في دول المغرب العربي، وكل بلد ليها حركة الجهاد بتاعتها. فمنعا لتلاقى الافكار ضد فكرة واحدة اللي هي ضد الاستعمار ايا كان ايه نوعه، فبدأت كل دولة بمحاربة الحركات الجهادية اللي بتكون موجودة في البلد المستعمرة وبشتى الطرق. فأحسن ان انا افصل الاتنين على بعض، انا كدولة مستعمرة افصل الاتنين عن بعض علشان منعا لتلاقي الافكار اللي هي كانت الفكرة الاساسية في الوقت ده، اللي هو التخلص من الاستعمار بشتى الطرق وبأي وسيلة. كمان بدأت ان هي تضيق الخناق على المجاهدين، زيادة الضيق على المجاهدين. في اللي كان بيستجيب اللي هو يخلص نفسه كان بيستجيب وبيقول لهم على طول، وفي اللي بيفضل صامت لحد ما يموت او يعدموه او اي حاجة. انتهت المفاوضات او انتهت اساليب الايطاليين على ان هم حصلت معركة بين الايطاليين وبين الثوار الليبيين لحد ما وقع عمر المختار اسير تحت ايديهم في 11 سبتمبر 1931. خلال 5 ايام بالظبط، مع مطلع يوم 16 سبتمبر من نفس السنة، اتحكم على عمر المختار بالإعدام. اتنصبت محكمة صورية واتحكم عليه بالإعدام، وبالإعدام دوت اتعدم كمان. مش بس كده، إيطاليا ما استكفتش بكده، إيطاليا عدمته في ميدان عام على مرأى ومسمع جميع الأهالي الليبية، ووصل خبر إعدام عمر المختار لباقي الوطن العربي، ورثاء أكتر من شاعر من شعراء الوطن العربي من ضمنهم أحمد شوقي. وفي الآخر انتهت قصة كفاح عمر المختار. الواجب بتاعنا تكلم عن عمر المختار وأساليب إيطاليا في القضاء عليه. ولو ليكوا اي تعليق تصبحوا لنا على صفحة المدرسة على اليوتيوب، ومع تمنياتنا بالتوفيق.